لازم مساعدة ودعم للصوم. أنا وزوجتي القصف شايفين، القصف باستمرار خايفين، الصوت قوي كثير. أنا وزوجتي الصوم أيضا مع بعض، اختبأنا داخل المشفى، أقمنا بيتنا راح ما فيه، جينا داخل المشفى بسبب القصف فوق روسنا. صعبة كثير، مي ما في، الطرق صعبة، الحياة صعبة، على طول متواصل القصف، لازم مساعدة من العالم نشوفوا إيش بصير عنا يعني.